في ظل التوترات الأخيرة بالشرق الأوسط والكلام عن التصعيد النووي بين إيران وإسرائيل، رح نحكي اليوم بالتفصيل عن ما هي القنبلة النووية وشو لازم نعمل عشان نحمي حالنا. تابع معنا الفيديو للآخر عشان تحمي نفسك إذا لا قدر الله تعرضنا للنووي، ولا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. رح أكون معكم أنا تالين الظاهر من الذكاء الاصطناعي بالتعليق لنهاية الفيديو. الجذر الأساسي للنووي هي مادة اليورانيوم، وهاي المادة تتعرف إنها معدن ثقيل موجود بالطبيعة بالصخور والرمال وبعض المياه الجوفية، ومن نظائرها ليوم 238 واليوم 235، وهي اللي تستخدم بالقنابل. طبعاً مادة اليورانيوم ما في منها خطر إذا وجدت لحالها، الخطر بيكون فقط في حالة التخصيب، والتخصيب بيعني زيادة نسبة اليوم 235 القابل للانشطار، وإلها عدة طرق للتخصيب منها الطرد المركزي والانتشار الغازي، وبيكون على نوعين. الأول تخصيب منخفض ويستخدم عادة للمفاعلات، وثانياً التخصيب العالي واللي يستخدم في إنتاج القنابل النووية. وخلينا بالفيديو نركز على التخصيب العالي والقنابل النووية وكيف تتصنع. القنبلة النووية تتصنع عن طريق ضغط كمية كافية من اليورانيوم أو البلوتونيوم، وهون بصير تفاعل متسلسل وبنتج عن هذا التفاعل طاقة حرارية كبيرة وضخمة. وهاي القنابل نوعين، الأول قنبلة انشطارية مثل ليتل بوي اللي انضربت على هيروشيما، والنوع الثاني قنبلة هيدروجينية، وهي أقوى بمئات الأضعاف من الانشطارية وبيستخدم فيها حرارة الانشطار لبدء الاندماج. أثار هاي القنبلة النووية عبارة عن انفجار حراري ضخم بتدمر كل إشي بدائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وبعمل أو بصنع موجة حرارية بتدمر كل المباني والسيارات اللي بتواجهها. والأثار الغير مباشرة مثل إشعاعات قاتلة بعمل السرطان، وكمان تشوهات وحروق إشعاعية، وآخر إشي الغبار النووي اللي بينتشر بالهواء وبنتقل مع الرياح لمسافات بعيدة، لأنه بحادثة وكارثة تشيرنوبل اللي كانت بأكرانيا بعهد الاتحاد السوفيتي تأثرت الدول الغربية كتيرة بسبب الغبار النووي رغم بعد المسافة. ومن الأمثلة اللي صارت فيها قنابل نووية بسنة 1945، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة ليتل بوي على هيروشيما وقتلت 140 ألف شخص فوراً. وبعدها بكم يوم ضربت الولايات المتحدة القنبلة الثانية باسم فاتمان على منطقة ناكازاكي وقتلت 75 ألف شخص فوراً. وبعدها استسلمت اليابان مباشرة وخضعت لشروط الولايات المتحدة الأمريكية، وعشان تحمي حالك من الإشعاعات النووية، أولاً اللجوء فوراً إلى ملجأ داخلي أو طابق تحت الأرض، ثانياً إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، ثالثاً خلع الملابس الخارجية ووضعها بكيس وإغلاقها بإحكام، رابعاً الاستحمام وغسل الجسم جيداً بالماء والصابون، خامساً تناول حبوب اليود لأنه بيعمل على إشباع الغدة الدرقية وبحميها من الإشعاع، سادساً استمع وتابع التعليمات الرسمية الحكومية. وقبل ما نختم بحب أحكي أنه السلاح النووي مو مجرد قنبلة وتنفجر، هو نظام بيهدد الحياة على كوكب الأرض. وبعالم مضطرب مثل الشرق الأوسط والوعي والمعرفة أولى وسائل البقاء. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناة ديجيتال برو ماكس وعمل لايك لفيديو تفعيل زر الجرس.